بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الحادي عشر أدبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم بمشيئة الله تعالى نستكمل معكم درس اختلال التوازن والجزء الخاص بالميثان. أهداف الدرس: في نهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادراً على أن أولاً يبين أبرز الأنشطة البشرية المنتجة للميثان، ثانياً يقارن بين تأثير الميثان وتأثير غاز ثاني أكسيد الكربون على البيئة. وسوف تجد عزيزي الطالب هذا الجزء بمشيئة الله في الكتاب المدرسي صفحة رقم 86. واليوم أعزائي الطلاب نتذكر سوياً بعض المعلومات حول غازات الدفيئة. فالغلاف الجوي للأرض أعزائي الطلاب يمتص بعض الطاقة الحرارية المشعة من الأرض نتيجة لوجود غازات تسمى بغازات الدفيئة، فتضاف هذه الطاقة إلى الطاقة الممتصة مباشرة من أشعة الشمس، وعند زيادة نسبة غازات الدفيئة تزداد كمية الطاقة الحرارية التي يعاد امتصاصها في الغلاف الجوي بعد أن تشع من الأرض، علماً بأن الطاقة التي يعاد امتصاصها لا تشع مرة أخرى إلى الفضاء الخارجي، ويعرف هذا التأثير باسم تغير المناخ أو الاحترار العالمي. كما درسنا سابقاً بعض الأنشطة البشرية التي تزيد من نسبة بعض غازات الدفيئة كغاز ثاني أكسيد الكربون وغاز أكسيد النيتروز، وسوف نتعرض في درسنا اليوم بمشيئة الله تعالى على بعض الأنشطة البشرية التي تزيد من نسبة غاز الميثان في الغلاف الجوي. والآن أعزائي الطلاب هيا بنا نتعرف على الميثان. فالميثان هو أحد غازات الدفيئة، ويوجد الميثان في الحالة الغازية في درجة حرارة الغرفة، ويعد الميثان المكون الرئيسي للغاز الطبيعي، ولدى حرق الغاز الطبيعي والذي يحتوي على نسبة عالية من الميثان تنطلق إلى البيئة كميات من غاز ثاني أكسيد الكربون أقل كثيراً من كميات الغاز المنطلقة عند حرق الوقود الأحفوري كالنفط والذي يوجد في الحالة السائلة أو الفحم والذي يوجد في الحالة الصلبة. وكما ترون في الصورة أمامكم أن غاز الميثان والذي يوجد في الغاز الطبيعي يستخدم في المنازل كوقود للطهي. نستكمل أعزائي الطلاب بعض المعلومات حول الميثان والذي صيغته الكيميائية CH4. فيعد الميثان وغاز ثاني أكسيد الكربون من غازات الدفيئة، وهذه الغازات تحافظ على معدل درجات حرارة الأرض بحيث تصبح ملائمة للحياة، وهذا ما تم دراسته سابقا. وعند زيادة نسبة هذه الغازات في الغلاف الجوي تزداد كمية الطاقة الحرارية التي يعاد امتصاصها في الغلاف الجوي، مما يتسبب في احترار الغلاف الجوي. وعند قياس تأثير غاز الميثان على مدى 100 سنة تبين أنه أكبر ب43 مرة من تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون، في حين أن تأثيره على المدى القصير أي أكثر من 20 سنة أكبر ب68 مرة من تأثير غاز ثاني أكسيد الكربون. هيا بنا أعزائي الطلاب نقوم بحل هذا التدريب. والسؤال يقول: أي الغازين أكثر تأثيراً على البيئة، الميثان أم ثاني أكسيد الكربون؟ نعم، أحسنتم أعزائي الطلاب، الغاز الأكثر تأثيراً على البيئة هو غاز الميثان. والآن أعزائي الطلاب مع الأنشطة البشرية التي تزيد من نسبة غاز الميثان في الغلاف الجوي، إليكم بعض هذه المعلومات.
يوجد ما يقارب مليار ونصف بقرة في العالم، يعيش بعضها حرا يأكل العشب من الحقول، في حين ينمى معظمها في مزارع المصانع، مثل المصانع المنتجة للألبان ومشتقاتها ومصانع المنتجة للحوم، ونادرا ما تتجاوز حركتها بضعة أمتار، والمقصود هنا بالأبقار التي تربى أو تنمى في مزارع المصانع. وفي حين أن الحيوانات العاشبة الكبيرة تعد جزءا من المحيط الحيوي الطبيعي، فإن العدد الهائل من هذه الحيوانات في المزارع يفوق ما يمكن أن تعيله المراعي البسيطة. وهذه الصورة التي أمامكم تعبر عن أبقار في مزرعة مصنع، فتقطع الغابات إما من أجل توفير مساحات للمراعي أو لزراعة أعلاف لتلك الماشية، وتغذى تلك الأبقار بمجموعة متنوعة من الحبوب والأعشاب، ويمكن للبقرة الواحدة كجزء من هضمها الطبيعي أن تطلق ما يصل إلى 120 كيلو جرام من الميثان سنويا. لذا تعد ماشية المزارع مصدر نشاط بشري للميثان، والذي يمثل ما يصل إلى 18% من مجموع غازات الدفيئة. لتعلم عزيز الطالب أنه يتم قياس الانبعاثات بمكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو مقياس يستخدم لمقارنة غازات الدفيئة المختلفة. فيبين الجدول الذي أمامك غازات الدفيئة الناتجة عن إنتاج 1 كيلو جرام من اللحم، وذلك باستخدام ثاني أكسيد الكربون مقياسا مكافئا. فكما يتضح أمامك عزيز الطالب في الجدول أن 1 كيلو جرام من لحم الأبقار ينتج 34.6 كيلو جرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما 1 كيلو جرام من لحم النعاج ينتج 17.4 كيلو جرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بينما 1 كيلو جرام من لحم الدجاج ينتج 4.57 كيلو جرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون. والآن أعزائي الطلاب، هيا نقوم بحل هذا التدريب والسؤال من الأسئلة المقالية. ويقول السؤال: فسر تعد ماشية المزارع مصدر نشاط بشري للميثان. نعم، أحسنتم أعزائي الطلاب، وهذا لأن ماشية المزارع تطلق كمية كبيرة من الميثان كجزء من هضمها الطبيعي. وندرس الآن أعزائي الطلاب أثر وجود الميثان في طبقة التروبوسفير. فطبقة التروبوسفير عزيز الطالب هي طبقة الغلاف الجوي الأقرب إلى الأرض كما ترى في الصورة أمامك، وتعد طبقة التروبوسفير المزيل الأكبر للميثان، حيث يتفاعل الميثان في طبقة التروبوسفير مع شقوق الهيدروكسيل مكوناً بشكل أساسي الماء وثاني أكسيد الكربون. كما أن وجود الميثان في التروبوسفير يسرع من تأثير الملوثات الكيميائية الأخرى، مما يؤدي إلى تأثير مضر شامل. ونقوم الآن أعزائي الطلاب بحل هذا التدريب، والسؤال يقول: أي طبقات الغلاف الجوي الآتية يتفاعل فيها الميثان مع شقوق الهيدروكسيل مكوناً بشكل أساسي الماء وثاني أكسيد الكربون؟ هل الثيرموسفير أم الميزوسفير أم الاستراتوسفير أم التروبوسفير؟ نعم، أحسنتم أعزائي الطلاب، والإجابة هي التروبوسفير. وأخيراً وليس آخراً، أشكركم على حسن المتابعة
وفقنا الله وإياكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.